في الجزائر ردنا كان قبل أسبوع بالمناورات في أراضينا على ولاية تندوف. نحن نعم أقوياء، نحن أقوى من المغرب، نحن نتسلح، نحن جاهزين تماما لكل الاحتمالات. بالنسبة للمحبس أختي الكريمة، تفضل. المحبس هذه أكدوبة، هذه السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزتوا النهار ديالكم مزيان. على قناه عربيه غادي نشوفوا واحد المحلل الجزائري اللي معقدو مسكين المغرب، وفي نفس الوقت محلل مغربي اللي كيناقشوا الموضوع ديال مناورات الاسد الافريقي 2022. وهذا المحلل الجزائري كيقول بان المغرب ما دار لا مناورات لا شي حاجه، وحنا ردينا عليهم بالمناورات ديالنا، وحنا عندنا الجيش، وحنا اقوياء، وحنا غادي نغلبوا المغرب. المهم كيبقى مسكين كيحلم، والعقدة دائما ديال النظام الجزائري والنظام ديال الكبرانات وهو المغرب. ولكن اللي عجبني في هادشي كامل وهي مقدمة البرنامج، ملي بقى كيدخل ويخرج في الهضرة قطعت عليه وخلاته كيهضر سيلونس، مسكين كيهضر بوحدو، وقطعت عليه الصوت ورجعت عند المحلل المغربي كتسولو. خوتي العزاز ما نطولش عليكم، غادي نمشيو نشوفوا الحلقة، وماذا بكم تفاعلوا معها بشكل كبير. الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس، دير لايك الفيديو. يلا نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهاية. بك دكتور فاتحي، يعني هذه المرة إذا مشاركة إسرائيلية، أليس هذا استفزازا بالغا للجانب الجزائري؟ نعم، ربما الإخوة الجزائريون دائما يترجمون بعض القرارات السيادية للمملكة المغربية بأنها تتضمن مواقف عدائية، والحق ليس كذلك، وإنما المغرب وإسرائيل لهم علاقات تاريخية، وهناك في مرحلة أخيرة كان توقيع على اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأن مشاركة إسرائيل في هكذا مناورات عسكرية تشارك فيها دول أوروبية عديدة لا يؤثر بتاتا ولا يحمل أي رسالة موجهة إلى الواقع إلى الجزائر. الحواجز الجزائرية دكتور التي بدأت منذ التقارب المغربي الإسرائيلي وتوقيع اتفاقية يعني دفاع وأمن وتعاون استراتيجي، وهذه ترجمة واقعية، يعني الآن هم موجودون على الأرض على الحدود وبالأسلحة، وهي دولة عدو. يعني تقول دول الأوروبية أيضا مشاركة، إسرائيل دولة تعتبرها الجزائر دولة عدو. نعم، الجزائر تعتبرها دولة عدو، ولكن بالنسبة لنا نحن في المغرب لا نعتقد الأمر على هذه يعني وجهة نظر هذه الجزائرية، والمغرب بريء منها، سيما أن المشاركة ترتبط بترتيبات معينة مع شريك الولايات المتحدة الأمريكي والذي هو الرائد في هذه المناورة العسكرية، وأن هذه المناورة العسكرية ليست مؤقتة وإنما هي في نسختها 18، أي كانت قبل توقيع المغرب لاتفاق تعاون العسكري أو حتى كذلك للتطبيع مع إسرائيل. ولذلك نعم، فالمغرب كان المشاركة دائما الإسرائيلية ما كانت لتحدث دولة عسكري وكذلك الأمني، هذه مستجدة طبعا بكل تأكيد. طبعا هذا أمر عادي في إطار قرار سيادي اتخذته المملكة المغربية كما اتخذته العديد من الدول. لماذا العديد من الدول التي تبرم علاقات وتقيم مناورات عسكرية مشتركة ومشاريع استراتيجية وهيكلية اقتصادية وهي صديقة وحليفة للجزائر، لماذا لا تعتبر الجزائر بأن هذه الدول هي تعاديها حينما طبعت وحينما تقيم مناورات عسكرية وعلاقات اقتصادية؟ إذا لماذا الجزائر تفرض نفسها كوصية على كل قرار سيادي تقوم به المملكة المغربية، في حين لا تتصرف بنفس السلوك السياسي مع العديد من الدول والتي لها علاقات جد متقدمة مع الجزائر كما هو الحال مثلا بالنسبة لتركيا؟ يعني من منظور جزائري دكتور، أنه بعض التدريبات ستكون قريبة جدا من بشكل غير مريح يعني الجزائر من منطقة تندوف حيث قاعدة البوليساريو، وأيضا هذه المرة يعني لزيادة الطين بلة بمشاركة إسرائيل.
نعم، المغرب يهمه في المشاركة الأمريكية بمنطقة المحبس بأنه يمارس سيادته الإدارية والسياسية والواقعية والعملياتية على أرضه، وأن الصحراء أصبحت جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية في الاعتراف الأمريكي، لأن بعض المنابر الجزائرية أو الساسة الجزائريين يقولون بأن الاعتراف هو مجرد يعني تويتر لترامب فقط، ولكنه المغرب يؤكد من خلال هذه المشاركة بأن قرار الاعتراف الأمريكي لا زال ساري وهو قرار رئاسي ولم يتغير. هذه هي الدلالة. المغرب يتحدث عن رسالة سياسية أكثر منها رسالة عسكرية عدائية. نعم، المنابر الجزائرية والصحافة والإعلام الجزائري يتحدث، نعم، أنه البنتاغون نفى أن نطاق المناورات يشمل منطقة المحبس، يعني ويقولون أن البنتاغون بين هلالين كذب البيان المغربي الذي صدر قبل يومين ويفيد بذلك. نعم، البيان المغربي يتحدث على مشاركة أمريكية، وتم كان إطلاق بمشاركة بالأسلحة والذخيرة الحية في منطقة المحبس، كان هناك كذلك إنزالات للمظليين هناك، وقلت بأن المغرب لا يعنيه من هذا الأمر إلا دلالات سياسية. صحيح، كون الولايات المتحدة الأمريكية جادة في اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء فقط. النفي بأن المناورات تشمل فعليا المحبس. نعم، أنا لا أعتقد بأن هناك بيان يعني آني صدر بخصوص هذا الأمر، ربما كان الأمر في السنة الفارطة كان هناك بعض التلميحات من قبل البنتاغون بأن المشاركة لن تشمل منطقة المحبس، لكنه خلال هذه الدورة 18 هناك مشاركة، وقد تمت بالفعل يوم أمس كانت هناك مشاركة باستعمال الذخيرة الحية وعتاد أمريكي في المنطقة. طيب، إلى أين يعني ستتجه العلاقات مع الجزائر في هذا الموضوع؟ أم أن يعني ملخص ما يجري من خلال مناورات الأسد الأفريقي هذه المرة هو أن المغرب لم يعد معنيا على الإطلاق بأي يعني فتح أو مواربة لأبواب التقارب مع الجانب الجزائري، هو يحرق يعني أي جسور يمكن أن تكون كانت متبقية؟ لا، مطلقا المملكة المغربية دائما تبقي صفحة المفاوضات وتبقي صفحة الحوار كذلك الدبلوماسي وتبقي صفحة المصالحة والتدخل من قبل جهات، ومعلوم بأنه كان هناك الحديث عن وساطة سعودية، لكن الجزائر استبقت الأمر وقالت بأنه نحرص على ألا تكون أي حوار أو مفاوضات مع المملكة المغربية اليوم وغد، هكذا ما عبر عنه الدبلوماسي الأول الجزائري العمامرة. وبالتالي المملكة المغربية دائما معنية بالحوار مع الأشقاء الجزائريين، خطاب هادئ، تصرف في سياق العلاقات الدبلوماسية العادية، ولكن نلاحظ كذلك تصرفات الشادة للجزائر في مواقف عدائية ضد أي عمل يقوم به المملكة المغربية، ومنه كذلك تطوير العلاقات مع إسبانيا، حيث عامدت الجزائر انتقاما من إسبانيا بقطع العلاقات التجارية وكذلك السياحية حتى والدبلوماسية. بضيف من الجزائر هو الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أهلا بك دكتور. لا أدري إن كنت تابعت جانبا من الحوار، ولكن مبدئيا يعني كيف وقع هذه المناورات في الجزائر تتصور؟ مساء الخير. للأسف لم أتابع حواركم قبل قليل، ولكن يعني أتصور ما يقوله المغاربة من سردية ثابتة في هذا الموضوع. أولا، هذه المناورات ليست جديدة، معتادة، هذه النسخة 22، ولكن الاستثناء فيها أنها تأتي في أجواء توتر عالي في كل المنطقة،
وتقنيا أيضا هناك أشياء نرصدها. الجديد فيها أن الأمريكيين الآن وهم كما يفعلون دوما يستعملون الأراضي المغربية كساحة لإجراء مناوراتهم وكمنصة لإرسال رسائل للآخرين، وبكل أسف أحيانا تتجاوز بكثير ما يتوهمه بعض المغاربة ومن من من أشياء. هناك أيضا هذا الجديد توسيع رقعة ومجال هذه المناورات إلى بكل أسف الشقيقة تونس وإلى غانا والسنغال كما تعلمون. وكيفيا أيضا هناك الحديث عن العام الماضي، تحدثوا عن أن الخطر هو استيلاء جماعات إرهابية على أسلحة روسية، وقصدوا في ذلك الوقت منظومات الدفاع الجوي الصاروخية S-400، وأشاروا إلى ذلك بمواقع على خريطتنا. ومفهوم، نحن نفهم تماما الذي يجري منذ سنوات، ولكن هذا العام تحدثوا عن أمور جديدة، التطهير يعني النووي والبيولوجي. يعني هناك إشارات إلى موضوع كانت روسيا قد تحدثت عنه، أنه ربما بعض الأسلحة غير التقليدية الأوكرانية تباع الآن في بعض الأسواق في أفريقيا، والأمريكان ربما وبطريقة غير مباشرة يؤكدون هذه التسريبات الروسية. طيب دكتور، ولكن يعني بشكل عام أيضا نحن في الجزائر كنا قد جاوبناهم قبل أن تبدأ هذه المناورات. لو تسمحين لي أختي الكريمة سأقول في الجزائر ردنا كان قبل أسبوع بالمناورات في أراضينا على ولاية تندوف قرب الحدود مع الجارة الغربية، ولأننا كنا نعلم تماما تفاصيل هذه المناورات في جزئها الثالث. الجزء الأول لا يعنينا كثيرا، بل نحن نتعاون مع الأمريكيين بشكل أو بآخر في موضوع مكافحة الإرهاب المتعلق بسيناريو استيلاء مجموعة إرهابية كما قالوا في لا سيميلاسيون في المحاكاة على مناطق في غانا وفي السنغال. الثاني غريب، سيناريو فيه شيء من الضحك على الدقون والاستحمار بعض الأطراف التي عطلت عقولها منذ سنوات. كيف لليبيا أن تهاجم تونس؟ كيف لليبيا وهي في هذا الوضع الذي هي عليه أن تتحرك وأن تهاجم تونس، ثم تبنى هذه السيناريوهات بتدخل أمريكي أنجليزي لأجل الدفاع عن تونس؟ وثالثا وهذا الأهم وهذا الذي يهمنا بشكل مباشر، هو سيناريو فيه إهانة للمغرب. هؤلاء يقولون لهم سيناريو يقول التالي: هناك هجوم للجيش الجزائري على شمال المغرب، يستولي من خلاله الجزائريون على العاصمة الرباط، ويتم عملية صد وكونتر أتاك، هجوم مضاد لأجل تحرير الأراضي المغربية من الجيش الجزائري. هناك أولا هذا كلام غير واقعي، الجميع يعرف عقيدة الجزائر الدفاعية، نحن نعم أقوياء، نحن أقوى من المغرب، نحن نتسلح، زهير نحن جاهزين تماما لكل الاحتمالات، ولكن نحن المتبقي. ندافع أنا فقط أريد عن أراضينا، نحن لا نتحرك على نقطة أنه هذه المرة بالنسبة للمحبس أختي الكريمة تفضل. المحبس هذه أكدوبة، هذه أكدوبة. العام الماضي كانوا قد كذبوا إلى درجة أنهم تفوقوا على جوبلز، وقالوا بأن لأنه هذه فرص لأجل الترويج لأطروحاتهم، وقالوا بأن المناورة تجري على جزء من أراضي الصحراء الغربية المحتلة، ولكن جاء تكذيب الجيش الأمريكي في بيانين متتاليين. طيب في شهر جوان من العام الماضي، وقال أن المناورات لم تجري على تلك الأراضي في احترام لتفاهمات بيننا وبين واشنطن في هذا المجال. نقطة. وهذا العام نفس الشيء، سننتظر إلى أن تنتهي هذه المناورات. الآن السيناريو يتكلم، كل الصحف والمواقع التي تشرف عليها خلية الحرب الإلكترونية والنفسية للحموشي
لرأي جهاز استخباراتهم. طيب يعني نريد في نصف دقيقة تعقيب أخي، لأن الفكرة واضحة والبرنامج سينتهي. دكتور عبد الفتاح الفاتحي، تعقيب موجز جدا. نعم، المؤكد هو أن الجزائر كانت لها مواقف عدائية، خاصة وأن الضيف من الجزائر يعترف بأن الجزائر قد قامت بمناورات باستعمال الذخيرة الحية على الحدود الغربية، ولكن المملكة المغربية لم تنبري لتقول بأن هذه الأحداث هي أحداث عدائية تقصدها. فيما يخص مناورات الأسد الإفريقي، هذا تقليد سنوي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وله رهانات استراتيجية أكبر من الحدود مع الجزائر، وأن العمليات العسكرية المشتركة أقيمت فعليا بالمحبس، وهناك فيديوهات توثق ذلك. طيب شكرا جزيلا. من الرباط الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وأشكر ضيفنا من الجزائر الدكتور زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية. للأسف انتهى الوقت دكتور. كيف ما شفتوا أخوتي الأعزاء، الفيديو ديال اليوم هو هذا، كنتمنى باش يكون عجبكم، وتبارك الله عليكم وسمحنا لكم نطولنا عليكم. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا، مرحبا بكم خوتي الاعزاء، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حطينا ان شاء الله. الا مازال ما درتيش لايك الفيديو، كنتمنى باش دير لنا لايك الفيديو. تبارك الله عليكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله، وديما مغرب.